حسام حسن مكان ميدو، والمرة دي باتشيكو. حصل نفس الحادثتين او يعني حاجة شبيهة قريبة في يوم المؤتمر او المؤتمر اللي بتاع المدير الفني، فمش عارف انا مستغرب. فهل فيها حاجة، في ربط، في حد بيحرض على حاجة؟ مش عارف، النيابة هي اللي هتعرف بقى، او النيابة هي اللي هتحقق وتعرف. طيب نروح للكابتن محمد صلاح مدرب العام لنادي الزمالك، اللي بنتمنى له التوفيق ان شاء الله في مهمته القادمه مع نادي الزمالك، وهو قدها وقدوده من المدربين المميزين جدا. كابتن محمد ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن كريم، ازي حضرتك، عامل ايه؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ نحمد ربنا بخير والله، الحمد لله. الزمالك اخباره ايه؟ حديد؟ والله حديد باذن الله، حديد ان شاء الله، حديد. انا شايف الامور تمام، يعني الدنيا ماشيه بشكل هادي والامور ماشيه كويس يعني. الحمد لله رب العالمين يا كريم، الحمد لله والله. واعتقد ان المباراه بتاعت امبارح دي يعني بلغتنا كده العاميه هتسوق اللعيبه ان شاء الله، وتديهم ثقه تاني ان شاء الله ان هم يكسبوا. يعني ما انا اتفرجت على اجزاء كده من المباراه امبارح، حسيت ان الفرقه بتضغط من قدام، من يعني بطول الملعب، من 18 فيه. حتى الشوط الثاني كان اختلف شويه عن الشوط الاول، اللعيبه كانت بتلعب بمزاج هادي. قبل كده الزمالك ما يعني ما يزعلوش مني، كان اللعيبه كانوا متنشنين وبيلعبوا بضغوط. امبارح حسيت ان في كوره هاديه، خصوصا كمان ان امبارح كلهم لاعبين يعني مش دوليين، او مش اللعيبه الدوليه اللي موجوده في نادي الزمالك. والله يا كابتن، يعني لو كنا احنا عندنا سبعه في الفريق الاول مثلا واربعه في الاولمبي، لكن كل اللعيبه اللي لجت امبارح برضك دي كان ليها برضك بعض الاوقات في منتخب مصر وادت معاليه. لكن زي ما حضرتك بتقول، احنا بنلعب الفرقه دي من غير ضغط، لان هم اصلا نجوم ولعيبه كويسه ويقدروا ينفذوا اي حاجه، بس في جو هادي. وده اللي احنا كلنا متكاتفين من اسماعيل يوسف لغايه اصغر واحد فينا، ازاي نعمل او نهيئ جو المناخ الهادي لمستر شيكو لغايه ما يجي ان شاء الله ويرتب اموره، واحنا كلنا يعني هنخدمه من خلال نادي الزمالك ان شاء الله. اكيد. يعني الفتره اللي جايه يا كابتن، في بعض المراكز اللي يعني مش عايز احرقها لك، ولكن مثلا الظهير الايسر، مين البديل اللي هيكون موجود ناحيه الشمال؟ فيه صالح موسى، في احمد سمير، يعني هل حددتوا الشكل اللي الزمالك هيلعب بيه، او اللعيبه اللي هتعوض غياب محمد عبد الشافي؟ ان شاء الله احنا بنجرب كذا لاعب، يمكن حتى يمكن في بعض الاسماء حضرتك ما قلتهاش، او يعني مش تخفى على الناس يعني. ممكن تلعب لاول مره في ناحيه الظهير الايسر، لكن في عندنا احمد سمير وعندنا صالح موسى، واعتقد ان صالح موسى امبارح ادى بشكل جيد وهو قبل كده لعبها. طيب. لكن كل حاجه كابتن كريم هتيجي بالتمرين، يعني ما اقدرش انا النهارده لاعب كريم اقول له روح العب مثلا جول. لازم اعودك في التمرين، واذا كان عندك اخطاء طبعا هتبقى غصب عنك، ده مركز جديد. لكن اعتقد ان اول حاجه صالح امبارح ادى بشكل جيد، لغايه ان شاء الله ما يرجع لنا احمد سمير المنتخب ان شاء الله بكره. وعندنا ممكن معروف، عندنا ممكن كوفي، ممكن نجرب في ناس كتير قوي فيها ان شاء الله. ان شاء الله. في ماتشات وديه تانية اعتقد، في مباراه يوم الخميس يا كابتن محمد ان شاء الله، دي اخر مباراه ان شاء الله. دي مع امام مع الشمس. الشمس ان شاء الله، وماتش وادي دجله الاثنين في الدوري يوم 20 او الاثنين. باتشيكو يعني جايب معاه مدرب مساعد، هل اتكلمتوا في الاختصاصات؟ انا قلقان يعني، الراجل اللي جاي البرتغالي المساعد يعني يتعدى على اختصاصاتكم شويه ولا ايه؟ لا، شوف الاستاذ مرتضى وضح كل حاجه في المؤتمر واتكلم مع الراجل، بس هو راجل سافر وجاي خلال يومين ان شاء الله. ومفيش اي اختلاف بيننا وبينهم، ولا كلنا بنعمل لصالح نادي الزمالك. ايوه، من اي موقع، انت عارف القصه دي. كل الامور متحدده وكل الاختصاصات موجوده، احنا كلنا شغلنا كله من خلال مستر شيكو، عشان ابدلها عصب بقول له شيكو. بتقول شيكو على طول ان شاء الله. هو الراجل تحس ان هو برضك عنده روح طيبه جدا، بمرح يعني، حتى كان اتكلم معانا ان هو بيحب يلعب في التقسيمات، يعني تعرف هو صغير وجسمه صغير، فايه حتى عشان يدي اللعيبه نوع من الراحه النفسيه والهدوء في الاداء ان شاء الله. ايوه، فانا بقول يعني ان شاء الله ما تخافوش على نادي الزمالك، ونادي الزمالك ان شاء الله في مساره الصحيح في المرحله القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك كابتن محمد، وبالتوفيق ان شاء الله الفتره القادمه. كابتن محمد صلاح مدرب العام لنادي الزمالك.